ايه؟ مطالبنا يسوينا بالحد الادنى، يسوينا ابناء العمل القرار بياخد 54 شهر اول ما بيتعين، بيتكتب له شريط القبض 54 شهر. انا بيتكتب لي 15 يوم على كل سنه خدمه. طبعا احنا لما جينا جبنا قرار من المحافظ اللي هو سامي الفولي، وكان العميد عمرو مدخور جاي نائب من المنطقه الشماليه، اعطانا شهر ونص، بقوا شهرين. صرفنا من 1/3/2012 لغايه 30/6/2013، جه القرار في 1/10 لوقف الكلام ده. لما جينا رحنا لفينا ورحنا الماليه في سموحه ورحنا شمال ويمين، قال لك القرار ده واقف من 1/10/2013. طيب في كمان 3 شهور الاداره واكلاهم 7 و8 و9، تمام، بس على الاقل هيصرفوا لكم من 10. دول كلهم ولغايه دلوقتي مفيش شهرين، مفيش شهرين. امال حضرتك الواحد 7 كمان اللي هو محافظ الفاسدين داخل الهيئه، الاداره في الشرط كلها فساد، كلها فساد. يعني جابوا مكبس ب 5 مليون جنيه، وجابوا المخرطه ب 7 مليون جنيه، والحاجات دي كلها موجوده. اه الحاجات دي كلها ما تعملش المبالغ دي، وجابوها ومرميه ما يستهلكوهاش عطلانه، وفلوس النوادي والاراضي اللي باعوها. يعني هو ولا في صيانه ولا حاجه ولا اي حاجه. قطع خيار، قطع خيار ما فيش. ولما بيجيبوا قطع خيار، قطع خيار غير متابعه للمواصفات. دلوقتي ساعتك احنا لما بنيجي نتكلمه بيقول لك انت هيئه اقتصاديه، انت عاوز تحاسبني هيئه اقتصاديه، يبقى ليا كل سنه على كل سنه ارباح 6 شهور، وليا علاوه دوريه على كل شهر 7%، وليا ارباح سنويه. طبعا الكلام ده احنا بنسيبوه ما بنشوفوش. الهيئه بتتعامل معانا بقانونين، لما يبقى هم ليهم حق بيتعاملوا معانا بقانون 47 على ان احنا كقطاع اقتصادي، ولما يبقى ليهم هم الحق بيعملوا لنا احنا هيئه خدمات عامه. احنا عايزين نعرف الهيئه دي هل هي هيئه خدمات ولا هيئه اقتصاديه؟ لو هيئه اقتصاديه يبقى ليها ليها حقوق كتير، ان انا ما اشتغلتش مع عيال. النقابه بتاعتكم طيب مش النقابه ضعيفه، ضعيفه ضعيفه النقابه بتتبدل على الشخصيه خالص. احنا دلوقتي احنا بقالنا اسبوعين خطبنا المحافظ، وخطبنا وزاره الماليه، وخطبنا الاداره الماليه في سموحه، وخطبنا رئيس الهيئه، وخطبنا الشؤون القانونيه، ورحنا المنطقه الشماليه. طبعا دلوقتي كل شايل ايده يقول ما فيش فلوس في البلد. احنا ما بنطلبش حاجه مستحيله، احنا بنطلب المطالب الشرعيه. الواحد يطلع على المعاش مستلف عشان يجوز بنته ولا يجوز ابنه ولا عاوز يجيب شقه ولا عاوز يعيش حياه كريمه، مش يطلع، مش يطلع. استنى بس يا عم الحاج، مش يطلع مع المعاش يروح يشتغل سايب، يروح امن، يروح بواب، ومعاشه ما بيزيدش عن 600 700 جنيه، يبقى خادم هنا الهيئه 40 سنه و44 سنه ويطلع ياخد 600 جنيه. الكلام ده ما بيتربطش. طبعا هي الحكومه اللي عملت فينا احنا كده.